السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني البعض قد يصفنا، يعني يصف الناس هذو لما يقولوا باللي نجيبوا كأس العالم، وين لأننا وين الرقراقي وين قال لأننا نريد التأهل للنهائي. شو كيفاش ناس ناس تعاد على يقول لك كيف راه نقول لكم روح نعطيكم واحد الحاجة ناس ما هدرتهاش كاع، ما هدروها لا في قنوات عالمية لا قنوات محلية، ما هدروهاش كاع. جميع منتخب اللي دار حسابات في الدور الأول خرج، كاين المغرب وكاين الأرجنتين ما داروش حسابات، ما داروش حسابات، على بالكم بها ولا ما بالكمش؟ فرنسا دارت حسابات باش تتفادى مع شكون وقيلا إسبانيا دارت حسابات، بورتغال دار حسابات، البرازيل دار حسابات، كاع داروا حسابات، كاع خرجوا، كرواتيا دارت حسابات، ماتش نيل مع لا بلجيك داروا حسابات وخرجوا. شكون اللي ما دارش حسابات؟ نتوما عطونا نتوما تعرفوا خير منا. المنتخب المغربي ما دارش حسابات، فات برومي حوشتها، فات برومي. الارجنتين كان محتاج سي بوا فات، خاطش نهزم في اول مباراه تاعها. شو كيفاش؟ على هذه نقول لكم بلي يعني هذه النقطة بالك راكم انتو الناس كاع نساوها، ناس نساوها هذه النقطة. ملا لما دارش حسابات راه في النهائي، المغرب ما داروش حسابات. بإذن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راه في النهائي. هذه اللي أنا مخليتني كيما راني نقول، هذه هي. وين أكد الوليد الركراكي مدير يعني مدير فني المنتخب المغرب أنه يريد مواصلة كتابة التاريخ والتأهل للنهائي كأس العالم، وذلك على حساب دجاج فرنسا، لأن شاهدنا التصريحات تاع الكلب ديشون. شا قال لهم؟ قال لهم أهني المغرب على الوصول تاعهم للنصف النهائي. تما باغينا نخرجوا، تما حنا موالي الدار نخرجوا وانتوما تقعدوا. تما الأرجنتين جايه من هاك، جاي وانت براني الأرجنتين براويه، اللي حنا موالي الدار نخرجوا ونخلوكم. هذه غادي ما تكونش بإذن الله، ما تكونش. ستادنا بلوطتنا حنا ما نلعبوش، نلعبوا ستاد تاعنا هذاك وبلوطتنا ودراهمنا رانا خاسرينهم. يعني هذا ربي راه عاطي الخير فماك، هذو كاع صوالح حنا غادي نفوتوه، حنا نفوتو ما كاع زعاقة، هضرة قليلة. أنا نقول لكم بإذن الله عندنا إحساس كبير، أنا نقول الكلمة برك الأنصار تاع الأنصار يكونوا في الصطاد مغاربة وكلش، ما تخلوهمش يسمعوا نقطة ضعف الفرنسيين من يصبروا لهم على الغناء تاعهم تاع الإعلام تاع الدرابو تاعهم. كيصبروا لهم شاهدوهم تشوم يبداو يصبروا، يبداو يشوفوا يكرهوا حياتهم. على بالكم راني عامل خطا شاهدتهم في هذه يعني. فاران ربي غادي يعميك. انا نقول لك بابي انت افريقي بابي، انت افريقي والله يا الملح لا برك فيك، انت افريقي جاي. نقولها لك ويارا ويرا ديشون هو اللي بعد، هو اللي دمر بنزيما باش يخرج من التربص تاع فرنسا، هو اللي دمرها. روحوا شوفوا التقارير خاصيه تاع افريقي، نتوما افريقا. سقسوا والديكم ما غبنوهم ما والديكم انغبنوا فما في فرنسا باش كبروكم ما. غبنوا والديكم فما كان غبنوا سائل فرنسيين شركة كنت ولاو غابنينهم بكري، مش كيما دروك لازم والو استخسروا فيهم
خلوا ابن عمكم لزافريكا يفوتوها، ما يبغوكمش، ما يبغوكمش، ترجيب له تجيب له قناطير تعزها، ما يبغوكمش توما لزافريكا. فرنسا ما تبغيكمش كاع، ما تبغيناش كاع، ما تبغيناش. انا نقول لك ما يبغوناش، ما يبغوكمش، استخسروا فيهم، ما خسروه. او دعمي وين تفوت هذا البارتي؟ انا يا صايك، انا ما صايك، مش راني طايق صايك، والله ما انا طايق. ويلتقي المنتخب المغربي، على بالكم ديروا حسابكم تسمع المغرب هذه، راني ناصر فيها، شو كان ناصر فيها؟ حسب كل جزائر، انا كان مت، انا نهار اللي المغرب ربحت، ربحت اسبانيا كنت غادي نموت، ربي يستر. إيه الجزائر يقول زعما كي ميسان المسلول، لو كان زعما الجزائر وصلت فينال دومي فينال، لا كوني مت انا، كوني دفنت انايا، كوني دفنت نهار البرتغال، كوني دفنت مي ماركينا البرتغال ندفن، يدوني يدفنوني، سي على ولا. وأكد والد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي أنه يريد مواصلة كتابة التاريخ والتأهل لنهائي كأس العالم، وذلك على حساب دجاج فرنسا. ويلتقي المنتخب المغربي مع فرنسا في مباراة المرتقبة اليوم في تمام الساعة يعني المساء بالنفس يعني بالنصف النهائي يعني في كأس العالم قطر 2022. يا رجل انا الشيطان، ربحوا 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 صاحبي ربحوا. وفي يعني وين اهم شيء في المنتخب المغربي هو الروح القتاليه، نحن مجموعه متعده والجميع يسعى دائما لتقديم الافضل، وهذا هو الاهم شيء في كره القدم. واضاف اتمنى ان يظل لاعبين متعطشين للفوز، فنحن في النصف النهائي وهذا لا يحققه الجميع، فالروح والرغبه ستمكننا من تحقيق الانتصار. امين يا رب العرش العظيم، يا ربي يا ربي يا ربي كن معنا يا ربي. واكد نرغب في مواصله كتابه التاريخ وان نضع افريقيا على قمه العالم، وهذا مهم بالنسبه لنا. البعض قد يصفنا بالمجانين لاننا نريد الفوز والتاهل على حساب فرنسا، ولكن وين ثقتنا كبيره في انفسنا. وكشف الركراكي عن حمل وين يعني وين اتمنى مواجهه افضل منتخب في العالم، وين يضعنا في تحدي كبير ويزيد من خبرتنا، وسنلعب من اجل بلدنا المغرب واسعاد كل العرب. راكم ساهمين جماعه، الدعاء وربي يكون معنا، الدعاء وربي يكون معنا، هذه هي، لاننا محتاجين هذا الفوز، انا محتاجين اخويا كاع العرب اللي في افريقيا كامله محتاجه، افريقيا العرب مسلمين امازيغ وين ما كاين كاع كاع كاع، انا محتاج شرفاء عبر العالم باك تعقلوا. يعني وين صدام الله يرحمه كان من يقول ولا ننسى الشرفاء في العالم، كاين شرفاء قول وتسيبهم شرفاء. على هذيك نقول لكم باللي اليوم تاعنا خويا، هذه تاعنا، هذا نهارنا، هذا نهارنا، عامنا، سوف نكتب، غادي نكتبوه في التاريخ، تاريخ غادي نكتب، هذا التاريخ غادي نكتب، هذا تاريخ اسي محمد. مالغري راكم عرب، مالغري راكم عرب، يعني ما نقولوا احنا باذن الله وان شاء الله يا ربي الفوز، ورانا مع ربعه. بصح حاجة تاعنا هذي، حضرتك لي زوروبيان دروك لازم يوخروا، حنا غادي نقعدوا قارة إفريقية مع قارة، ما بقاش هذيك تاع بكري قارة أمريكية مع قارة أوروبية، كانوا بكري يعني فينال يتلاقاو بيناتهم، يتلاقاو بيناتهم، واحدة من أوروبا واحدة من الأمريك لاتين، يا خويا هاد الخطرة، يا. وخشينا انفرتينو خلع، انفرتينو خلع من تمركات كملت البارتيه، يا خويا كونوا رجال برك، كونوا رجال، رانا موراكم بالدعاء، كونوا رجال برك، نتوما رجال، كي وصلتوا في الدومي فينال رجال، حطمتوا كلشي، بصح زيدوا غير خطره برك،
يخطر يخطر هذا مكان. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، واللي يمشي ابوني يدخل يابوني معنا، وربي يحفظكم. صحيتو خاوتي.